حياة ذكية. هاتف جديد بمواصفات عالية وقدرات تصوير احترافية، وابتكار صغير قد يغنيك عن اقتناء التلفاز في المستقبل، وأصغر كاميرا في العالم بمزايا فريدة ومبهرة. تابعونا لتعيشوا دائما حياة ذكية. الأربعاء في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. معكم عبد الله معلق صوتي في قناة الجزيرة ومذيع في إذاعة قطر. هاتف جديد بمواصفات عالية وقدرات تصوير احترافية، وابتكار صغير قد يغنيك عن اقتناء التلفاز في المستقبل، وأصغر كاميرا في العالم بمزايا فريدة ومبهرة. حياة ذكية، الأربعاء في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. كيف لي أن أقرأ النص، وكيف لي أن أوصل النص لإذن المستمع؟ مثل. أمثل؟ ماذا أمثل؟ أمثل النص؟ كلا، سوف أمثل الكلمة. هاتف جديد بمواصفات عالية وقدرات تصوير احترافية، وابتكار صغير قد يغنيك عن اقتناء التلفاز في المستقبل، وأصغر كاميرا في العالم بمزايا فريدة ومبهرة. حياة ذكية، الأربعاء في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هل رأيتم الفرق؟ هناك فرق كبير بين القراءة وبين التعليق والتمثيل الصوتي. من الواجب علينا أن نمثل الكلمة كي يراها المستمع. من الواجب علينا أن نعيش في جو النص كي نصله إلى المستمع بطريقة مثلى. أولاً، يجب أن تكون موهوباً أو شغوفاً، فالموهبة سوف تمنحك الكثير وسوف تسهل عليك الكثير في الدخول في مدخل التعليق الصوتي. فإن لم تكن موهوباً وتهوى مدخل التعليق الصوتي، يجب أن تكون شغوفاً. فماذا يعني؟ إن كنت شغوفاً سوف يمنحك هذا القدرة والصبر على المثابرة وعلى الدراسة وعلى التعليم، وسوف تكون أفضل من الشخص الموهوب. ثانيا، يجب على المشاهد أن يرى الكلمة. كيف لنا أن ندع المشاهد أن يرى الكلمة؟ يجب على المعلق الصوتي أن يقرأ النص ويمثله بطريقة احترافية. ثالثا، مخارج الحروف والصوت. يجب أن تكون سليما في النطق كي يستطيع المشاهد والمستمع الفهم عليك بشكل جيد. الصوت، كيف تستطيع أن تجعل صوتك قوياً وجهوراً في أغلب الأحيان والأوقات؟ لا تجهد صوتك أثناء حياتك اليومية، وتحدث دائماً بشكل مريح وشكل هادئ. تمرن دائماً ومرن صوتك على بعض تمارين الفوكاليز المعروفة لكي يبقى صوتك قوياً وجهوراً. اشرب دائماً المشروبات الساخنة كالبابونج واليانسون لكي تمنح الأحبال الصوتية والحنجرة راحة تامة. أعزائي المشاهدين، خير الكلام ما قل ودل. هذه بعض النصائح وليس جميعها، وسوف نلتقي قريبا في فيديو آخر نوضح بعض النصائح المتقدمة في فن التعليق الصوتي. تحياتي لكم عبد الله معلق صوتي في قناة الجزيرة ومذيع في إذاعة قطر، وتحياتي لقناة طوني البايع. دمتم بسلام.